السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله عام دراسي سعيد بإذن الله. عايز حابب النهاردة أتكلم عن حاجة مهمة جدا، وهي إزاي نحافظ على أولادنا خلال العام الدراسي إن شاء الله وفي أي وقت بإذن الله، لأن إحنا عارفين إن الدنيا دلوقتي بقت صعبة جدا. الطالب بيطلع الطفل معرض لأي حاجة لا قدر الله، فأهم حاجة عايزين نحاول نحفظ أطفالنا آية الكرسي ده أولا. ثانيا، الصبح وإحنا إن شاء الله يعني وهم ماشيين رايحين على مدارسهم نحاول يرددوا ورانا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. مهم جدا جدا الأداية دي يا جماعة، مهمة للغاية، يحفظوهم أو يرددوهم ورانا. ونودعهم بأن احنا نقول لهم إيه، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ده بالنسبة لإيه الجزئية الأولانية دي. الجزئية التانية اللي عايز أتكلم عليها الزملاء في المدارس. أول يوم مدرسة إن شاء الله هنلاقي، ممكن نلاقي طفل قاعد لوحده أو حزين أو بيبكي أو كده، مش معاه حد. نحاول نقرب منه، نشوفه ماله، نخليه يضحك، نخليه يتعرف على زمايله، ما نسيبوش لوحده أبدا. الجزئية دي مهمة جدا، وخصوصا مع الأطفال اللي لسه أول مرة يدخلوا مدرسة. كمان في الفصل زمايلي الأعزاء، حاول تعرف مين اليتيم اللي جوه الفصل، مين الأيتام، مين اللي فقد والده أو والدته أو كلاهما، ونحاول نكون قريبين منهم، نحاول نكون عاطفين عليهم دايما. كمان أحاول بقدر الإمكان جوه الفصل أعرف الأطفال أو الطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة. في طلبة عندها سكر، ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب العالمين. كانت حاجة كويسة جدا بره في السعودية إن بيجيب لنا أسامي الطلبة. المدرسة عندنا كانت بتجيب أسامي الطلبة اللي في كل فصل اللي عندها مرض مزمن معين، بيتطلب إنه الطالب يدخل الحمام كتير أو إن هو بياخد دواء معين. فالحتة دي مهمة جدا، نحاول بقدر الإمكان إن إحنا نتعرف عليها. آخر جزئية عايز أتكلم عليها، الشباب بقى تلاميذي وحبايبي اللي دخلوا الكليات أو المعاهد السنة دي، عايز أقول لهم إن مش دي نهاية المطاف. اثبت نفسك جوه المكان اللي انت بقيت فيه. في ناس زعلانه ان هي ما حققتش الحاجه اللي كانت تتمناها، معلش قدر الله ما شاء فعل، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لك الطريق. المجموع ده رقم طلع نزل، هو رقم، انت ممكن تبقى قمه في المكان اللي انت فيه. لا اؤمن بان في حاجه اسمها كليات قمه خالص، انت القمه اللي موجوده في مكانك. واخيرا دعواتكم لوالدي بالرحمه، واذكروا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. النهارده يوم الجمعه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد مختار.